اهلا وسهلا بحضراتكم. لما يبقى عندنا حد زي الزعيم الفنان النجم عادل امام يبقى دايما يجب ندور عنه عن الاخبار الحلوه، نقول له وحشتنا، نكتب ونقول محتاجين عادل امام، ضحكت وبسمت وبهجت مصر. لكن ما نكتبش عن السوشيال ميديا شائعات سخيفه ونقول انه رحل والرجل بخير وبالصحه بين ابنائه واحفاده ويقرا نصوص ويستعد لاعمال. فهذا سلوك بصراحه انا اشك انه من المصريين كلهم والعرب بيحبوا عادل امام قوي. عادل امام جزء من وجداننا وجزء من بهجتنا وجزء من تاريخنا، وعندنا عادل امام واحد. في حالات كده من النجوميه ما بتتكررش كل قرن غير مره، وعادل امام من الاسماء والاشخاص دي. ولكن كثرة الشائعات دفعت الدكتور أشرف زكي أنه يطلع يكذب هذا، المنتج الكبير عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام ينفي هذا الكلام. معلومات بتؤكد أن الفنان الكبير عادل إمام بيستعد الآن لعمل جديد مع رامي إمام ابنه المخرج المبدع الكبير. يعني نفسية حد زي الفنان الكبير عادل إمام ممكن تبقى إزاي دلوقتي؟ يعني ممكن يتضايق قد إيه؟ ممكن يستسخف ما يحدث إزاي؟ كيف تسير حياته الآن؟ خلونا نعرف من المنتج الكبير الأستاذ عصام إمام. مساء الخير يا أستاذ عصام. أستاذ خالد، إزاي حضرتك؟ مساء الفل، إزاي سعادتك؟ وحشني. وحشني أنت كمان. وربنا يخليك. مساء الخير يا أستاذ عصام. يعني أستاذة كريمة. شرفتنا أستاذة جدا كريمة. والحقيقة ربنا يخليك. الحقيقة كلنا شغف وفضول عايزين نطمن على حبيب الملايين في مصر والوطن العربي الزعيم عادل إمام. أخباره إيه وصحته عاملة إيه دلوقتي؟ والله يا أستاذة كريمة الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول، أنا عملت مداخلات يعني كثيرة، بس أنا لما عرفت أن حضرتك أستاذ خيري قلت أأكد برضو على، أنا مش عارف ليه الحملة الشرسة، ليه سببها، يعني ليه كده؟ دي مش من يعني هنا، بطريقة أكيد غير طبيعية، يعني وبدأ من وقت طويل، وبدأت يعني بدأت من الساحل. قالوا إن الأستاذ عادل إمام ساب البيت هنا وراح الساحل، وراح الساحل قاعد قافل على نفسه أوضة وما بيقابلش حد. الله، طب ما هو لو هيقفل على نفسه طب ما يقفلها هنا، هو حد يقدر يقرب له؟ ده يعمل اللي هو عايزه، يعني مش يروح الساحل عشان يقفل الأوضة، ولا خلاص ماشي مش مشكلة. إنما بالطريقة الغير طبيعية دي الحقيقة يعني انا بس اللي مهون عليا انا حب الناس. انا جالي تليفونات يا استاذ خيري، انت تعلم مدى حب الناس الاستاذ طبعا انت طبعا تعرفه كويس طبعا. جالي تليفونات من استراليا ومن امريكا، والله من استراليا، والناس بتسال على صحه الزعيم وبطمنهم وبقول لهم انا بس عايز اعرف ايه السبب، ليه عندك اي تفسير شخصي يا استاذ عصام؟ عندك اي تفسير لاي سبب ممكن يخطر في بالك، او حتى في بال الزعيم عادل امام نفسه؟ يعني اكيد هو عارف الاخبار، واكيد هو كمان عنده وجهه نظر. والله يا استاذه كريمه هو يعني هو تابع مره مرتين ثلاثه، يعني لغايه ما دخلوا احفاده عليه وكانوا بيعيطوا وكانوا بيبوسوه وكانوا بيحضنوه. الاحفاد صغننين يعني طبعا. يعني حبيب. يعني بالنسبه لهم ايه ده، ليه في ايه يعني، وعايزين يطمنوا، ساعات مش مصدقين وساعات مصدقين. يعني هو تابع ده مره اثنين ثلاثه خلاص، يعني طب ما فيش فايد. انا بس بسال ليه، ايه اللي ورا ده؟ يعني ايه السيد الساده القائمين على الصحافه؟ اكيد المستفيد من الخبر مش الصحافه، اكيد المستفيد من الخبر اللي بيطلعه هو بيعكس عن رغبته ونيته وامنيته، وانت عارف دول مين يعني. ف هو انه بيدور على الشير وال لن نعول عليهم الناس يعني. تدخل عنده يعني. ده اللي انا عرفته مؤخرا يعني يا استاذ خالد. انا عرفت ان ورا دوان في حاجه اسمها ترند، بيعملوا ترند، والترند ده بيترجم الى فلوس. يعني اذا كان الترند هيبقى على حساب صحه الزعيم، وعلى الحقوا يا جماعه ده على جهاز في المستشفى، طب كلموا المستشفى يا جماعه، كلموا المستشفيات شوفوا هل ده حقيقي ولا غير حقيقي. يعني يا استاذ خالد، ألف ب الحكايه، او ألف ب الصحافه او الاعلام، انك انت تتحرى عن الخبر. صحيح. يعني ترفع تليفون ده يعني للاسف لما تبقى صحافه محترمه، في صحافه محترمه كتبت كلمه من هذه الشائعات، اي صحافه محترمه تأبى بنفسها عن هذا الطريق يعني. طيب طمنا عليه وقول لنا هو بيستعد، عرفنا انه بيستعد لفيلم جديد. والله وانا
بحلف والله الحمد لله، انا بحلف بالله تاني الحمد لله عادل في حاله يا رب دايما كلنا بندعي انه يفضل بينا كده، ومستمتع بحياتي يعني، مش مثلا مش متضايق يعني، برضه بكررها تاني. يتضايق ليه؟ هو في وسط عياله واحفاده والحياه جميله ومعاه اسم جميل، طب عايز ايه؟ انا من قيمه كام يوم دخلت عليه كده الاوضه لقيته ايه يعني مستخبي بيخض الاحساس، هم يخشوا ومش لهم عارف الحاجات اللي بيعمل لهم بخه. طيب الفيلم الجديد اخباره ايه؟ عندنا مواضيع بنقراها، هو اكتر حاجه عجبانه اللي هو في سطر جميل كده حلو احنا حابينه كلنا يعني. الواد وابوه. الواد وابوه ده العادل والاب والابن محمد والمخرج رامي والمنتج انا. يا سلام. حلو لذيذ. ده يبقى العيله. يعني العائله، بس احنا يعني هنقدم فيلم ان شاء الله للاسره المصريه وللوطن العربي كل حاجه يعني. حاجة هتبقى لذيذة يعني. ايه بقى الواد وابوه يعني؟ الاب بيعمل ايه دلوقتي والابن بيعمل ايه وبيتكلموا ازاي وطريقة الحوار ازاي؟ ننتظر ده على امتى يا استاذ عصام؟ افندم ننتظر ده على امتى ان شاء الله؟ والله بص يا هانم احنا يعني مش هممنا ان احنا يعني نعرض عيد او نعرض في اجازة نص السنة او احنا، بس يكمل الموضوع يبقى بطريقة حلوة وينزل في اي وقت يعني. طبعا ما يعني لا يعني عادل امام ينزل في اي وقت جمهوره قاعد ان شاء الله باذن بس الله. هو موضوع لذيذ وانا بحس الفن كده حاسس ان احنا هنقدم حاجه كويسه يعني باذن حاجة الله حاجه ترجع للعيله بانتاجك ونشوف بقى، وحشنا شغلك يا رب يا رب. سؤال يا رب. الاخير، ماذا يفعل عادل امام عندما لا يلتقي احدا؟ لا يلتقي احدا ده لا غير وارد. ما انا عارف انه كل ليله لازم يلتقي احدا. هو احنا بس ايه اللي عاملينه ايه يعني اللي عاملينه مقللين شويه يا استاذ خير عشان الكورونا إيه؟ عشان الكورونا حقيقي والبرد يعني. كمان احنا مش مستحملين الكورونا، ربنا يحفظنا جميعا. الكورونا في هذه الايام غير طبيعيه يعني يا رب. وانت عارف ان عادل وانت قريب جدا من عادل، عادل بيحب الناس وبيعشق القعده، ما بيعرفش يقعد من غير الناس، ده صحيح. من ابسط الناس الى اعلاها يعني، عنده مخزون من الناس وده بيتصرف ازاي وده بيفكر ازاي، ده عادل ما بيعرفش يقعد لوحده، يقعد لوحده ازاي؟ طب ما ده ادعى لان هو يفكر مره تانية في حكايه المذكرات يا استاذ عصام. يا ترى هيكتب مذكراته زي ما الناس كلها مستنيه تعرف حكاياته؟ هو مش حابب هو رافض الفكره دي. بيقول انا سايب اعمال يعني هي دي مذكراتي، بقول انا سايب اعمال واعمال من سنين طويله هي دي المذكرات بتاعتي، لأنه مش حابب ان يكتب مذكراته ومش عارف وكان ايه. وجات له عروض غير طبيعيه، جات له عروض من كل حته، انا منهم عرض على ايدي مذكرات. طب المذكرات تبقى تلفزيون، طب تحكي. ده احنا صحيح، ده احنا خدنا شواط. قال لك هو انا هموت ما انا موجود وتاريخ قدامك اهو، يعني ما عنديش حاجه. وسافرنا وروحنا وجينا، شفت؟ ومغرب وخلافه ايام. بشكرك جدا يعني المنتج الكبير عصام امام الذي طمأننا على النجم الكبير الزعيم عادل امام بخير وبصحه وبسعاده وبيلعب مع احفاده بيقولوا بخير. Thank you.